بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بشكركم الشكر الجزيل على هذه السانحة بروفيسور علام ومجموعة صالح عبد الرحمن يعقوب. فلكم التحية ولكم الشكر، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم هذه الأعمال المثمرة وكل القطاع الخاص. أنا بس بحتذر في البداية إنه البرزنتيشن حيكون زي ميكس في ميكس لانجويج عربي إنجليزي، لأنه حقيقي لغرض ما في نفسي، يعني لأنه لتوصيل الفهم، وإحنا عايزين نخلق فعلا ممبرشيب درايف عبر هذه الآليات. البرزنتيشن يمكن حيكون بصورة مبسطة، وأنا حاسرع في السلايدز لأنها كثيرة، لكن حيوضح بعض النقاط الهامة اللي هي ممكن يتطرق لها القطاع الخاص. نيكست ياريم. عبارة عن تقديم، وفي نبذة حتكون عن اليو ان جلوبال كومباكت. احنا بنتكلم على الاتفاق العالمي او الميثاق العالمي للأمم المتحدة، ماذا نعني به، ماذا نعني بسودان نتورك للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، في تداخلات تمت من الشبكة السودانية في هذا الإطار، كذلك حتطرق لبعض الاختصاصات او رؤية القطاع الخاص وخاصة اتحاد اصحاب العمل فيما يلي اهداف التنمية المستدامة والواي فورورد. Next time. طيب زي ما عارفين احنا عندنا يعني في كرايسيس يمكن دولية، باعتبار انه في هازرز حاصلة من بعض، او احنا ما نقول كل القطاع الخاص لكن بالذات القطاع الصناعي، ومنها الانبعاثات والمشاكل حتى بتاعت الايربن بلاننج اللي هي ماكوب حتى مع الجزء بتاع السستينبل ديفلوبمنت ان جنرال، المشكلات تحت الفقر والتحديات الأخرى. ده يمكن حيولد عندنا الفيجن في أنه لما جاءت أهداف التنمية المستدامة، وقبل ما أخوض فيها أنه الثري بيلرز اللي هي معتمدة عليها ومرتكزة على أهداف التنمية المستدامة، الإيكونوميك فاليو والكوميونيتي فاليو أو السوشيال دايمنشن والإيكولوجيكال دايمنشن، وكل منها يمكن في تداخلاته بيؤدي لتداخلات معينة واختصاصات. عشان كده قبل يمكن بعض المتحدثين اتطرقوا لأنه لازم الحلقة تكون متكاملة، الكل يكون في هذه الأرضية. أنا ما أعرف إذا عكس ما أعرف من إحنا قبل يمكن وقفنا في السلايد دي، لكن حندخل في الكوربريت سوشيال ريسبونسبيليتي. يمكن أستاذة منى قالت كلمة مهمة يا جماعة، سي إس آر، ما عادت التسمية هي سي إس آر، يمكن سي إس آي في بعض، والآن يمكن مع أهداف التنمية المستدامة يتحول لبرضو community sustainable responsibility أو community sustainable يعني impact، لأنه sustainability هي الأهم، يعني باعتبار إنه الفهم نفسه ما عاد للشركات في إطار بس السوشيال، لكن within a sustainable manner. هي مسؤولية الشركات يمكن بأسلوب مبسط، مسؤولية الشركات والمؤسسات أمام تأثيرات نشاطها على المجتمع لتحسين البيئة ونوعية حياة القوى العاملة وأسرها، بالإضافة إلى المجتمعات المحلية المحيطة اللي هي بتستهدفها هذه الشركات. لما نجي لتعريف اليو ان جلوبال كومباكت، هي منظمة تأسست عام 2000 لرعاية مسؤولية الشركات والمؤسسات نحو شركاء المصلحة، يعني بدأت بأكثر من 8500 من الشركات في 135 دولة، توسعت الآن لتضم المنظمات والجامعات والمؤسسات الحكومية، وصلت الآن إلى 9000 ما يقارب يعني 9933 شركة في 136 دولة 160 دولة، والسودان عضو عبر اليو ان جلوبال كومباكت سودان نتورك، بتستضيفها اتحاد عام أصحاب العمل السوداني. المنظمة يمكن برضو أستاذة منى تطرقت لها، هي زي ما قلت لكم عملت تجاه المسؤولية الاجتماعية المستدامة عبر مبادئ المنظمة العشرة في 4 مجالات أو محاور أو أهداف رئيسية: محور حقوق الإنسان، حقوق العمل، محور البيئة، ومحور مكافحة الفساد. بتندرج تحت هذه المحاور 10 principles أو أهداف رئيسية، وحنعرفها برضو اللي هي نبدأ بالمبدأ 1 داخل محور حقوق الإنسان، بتعين على المؤسسات التجارية دعم حماية حقوق الإنسان المعلنة دوليا واحترامها. المبدأ 2 يتعين عليها التأكد من أنها ليست ضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان. المبدأ 3 يتعين على المؤسسات التجارية احترام حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في التفاوض الجماعي. المبدأ 4 والتفاوض الجماعي، جماعة احنا برضو بنشرك فيه النقابات العمالية وكل المعنيين بالعمل وحقوق العمال. المبدأ 4 يتعين عليها القضاء على جميع أشكال السخرية والعمل الجبري. المبدأ 5 يتعين عليها الإلغاء الفعلي لعمل الأطفال.
المبدأ 6 يتعين عليها القضاء على التمييز في مجال الاستخدام والمهن. نجي للمحور 3 من المحاور الرئيسية اللي هو محور البيئة. يتعين على المؤسسات التجارية التشجيع على اتباع نهج احترازي إزاء جميع التحديات البيئية. واحنا بنقول نهج احترازي أو نهج يعني اللي هو الكونزرفيشن، محافظة أو حماية للنظم البيئية. المبدأ 8 يتعين عليها الاضطلاع بمبادرات لتوسيع نطاق المسؤولية عن البيئة. 9 يتعين عليها التشجيع على تطوير التكنولوجيات غير الضارة بالبيئة ونشرها، أو حتى التكنولوجيا الاستخدامات الأمثل للطاقة النظيفة، المياه إلى آخره من هذه التكنولوجيات والاستفادة منها. المحور أو المحور الأخير هو مفروض يكون ده رقم 4، منع ومكافحة الفساد، بندرج تحته المبدأ 10. يتعين على المؤسسات التجارية مكافحة الفساد بكل أشكاله بما فيها الابتزاز والرشوة. عايزاكم نقيف مع بعض كبرايفت سيكتر في إنه دور كل مؤسسة فينا كشركة وين من الأشياء دي كلها، وهل هي فعلا بتقاوم هذه أو بتطبق هذه المبادئ أو بتعمل على تطبيقها. وهذا الهدف من الـ UN Global Compact. The corporate sustainability starts with the company's value system and a principle-based approach to doing business. إذا ما في أي value للمؤسسة أو الشركة أو هذه المؤسسة التجارية، يبقى هيكون زي ما بقولوا شغلها يعني هباء منثورة في ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وباي incorporating the 10 principles of the UN Global Compact في من ناحية استراتيجية into strategies and policies and procedures and establishing a culture of integrity, companies are not only upholding their basic responsibilities to people and planet but also setting the stage of long-term success. ده المطلوب للقطاع الخاص عشان يحذو حذو الاستدامة وحذو النجاح المستمر الدائم. في يمكن سلايد مهمة اللي هي البارتنرز. احنا بنتكلم على UN Global Compact، معناها الجهاز الحكومي، معناها سيفل سوسايتي، معناها اليوث الشباب، معناها البيزنسمن، معناها الأكاديمية اللي هي المؤسسات البحثية أو البحوث، لأنه دي عناصر مهمة جدا في تأطير هذا العمل المنهجي وفقا للاستراتيجية القائمة عليها الـ UN Global Compact. هتطرق سريع لأنشطة الشبكة داخل السودان اللي هي السودان نتورك داخل السودان وخارج السودان. كان في يعني دائما بتكون للشبكة اجتماع لقادة الأعمال أو رجال الأعمال، ده بينعقد كل عامين في نيويورك في المؤتمر السنوي للشبكات برضو في نيويورك، وبتمثل فيه كثير من الشركات المنضمة للشبكة. وزي ما قالت يمكن أستاذة منى قبيلي كالسيجنيتريز، ولا بد من الشركة أنها تكون سيجنيتري under UN Global Compact بترم of reference. في بعض الشركات لسه ما أدرجت أو دخلت كعضو معانا، فإحنا إن شاء الله بنفتح الباب ودي ذات كول لكم للدخول إذا أنتم ما أعضاء في هذه الشبكة. في يعني ممثلين سنويا في اجتماع الجمعية العمومية برضو بينعقد سنويا في نيويورك أو أي من الدول الإقليمية المحيطة. هنالك الاجتماع الإقليمي كذلك وبتشارك فيه عضوية السودان، كانت آخر اجتماعات كينيا، دبي، الأرجنتين، الهند، القاهرة آخر اجتماع، وكان بيتكلم عن البيزنس فور بيس. في إطار بيزنس فور بيس أنا عايز أرجع، وأنا حقيقي يعني بحتز بمجموعة صالح عبد الرحمن يعقوب يمكن في وبرضو ناس حجار وكل الجهات اللي هي مشاركة في الولايات، باعتبار هو ده ذاته من صف في إطار البيزنس فور بيس اللي هو العمل من أجل السلام. في تدشين كان تم برضو مع إمباكت هاب اللي هي عضو في الشبكة مع WFP، تدشين الجوال المحكم للتخزين في ديسمبر 2018، وده كان لوقف ضياع المحاصيل لفترة 3 سنوات. دي من الأشياء المميزة. كذلك كان هنالك اللي هو اللونشينج أو الـ UN Global Compact Forum في الرقم 25 في جانوري 2018 في فندق كورنثيا بحضور الأمم المتحدة الـ UNDP ووزراء الدولة بالضمان الاجتماعي وكذلك التعاون الدولي. ده يمكن بعض الأنشطة اللي هي شركة MTN شركات سوداني حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويمكن في الصورة في تحت بيظهر نائب رئيس الشبكة الدكتور إبراهيم، وهو كان ده برنامج مع منظمة بنك الطعام اللي هو عضو في البورد ممبر للشبكة. يمكن دي برضو دخلنا في دور النقابات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتوعية وبالانخراط في هذه الأنشطة والبرامج، وإنه أن يحذو اتحاد عام نقابات عمال السودان في تحقيق هذه الأهداف بالتعاون مع الشركاء.
كذلك واحدة من الآليات بأنه بعد الندوة مباشرة تمت مشاركة الاتحاد في الذكرى 73 للأمم المتحدة هذا العام، واللي كان شعار أهداف التنمية المستدامة قيد العمل. يمكن دي صور بيظهر فيها بروفيسور علام مشكور في أنه استجاب لنا، كان في ندوة وكانت مهمة جدا اللي هي ورشة الانضمام لمنظمة الاتفاق العالمي أهداف التنمية المستدامة باتحاد عام أصحاب العمل السوداني. وبيظهر في الصورة برضو يعني دكتور عباس كورينا في اليو ان دي بي، فكان دي تدشين، وكان في نفس الوقت فتح باب العضوية لعدد كبير من شركات والقطاع الخاص للولوج في هذا الحيز أو منظمة الاتفاق العالمي السودان. أنا بس ما دايرة أقيف، يعني الناس ما تقيف على إنه أنت مستهدف منه، لكن زي ما بقولوا الاستهداف بيجيب آخرين. الصورة دي للبروف في قناة السودانية 24. إحنا لما نكذب برضو الإعلام يا جماعة والميديا، أنت لأنك الفهم ذاته للأهداف التنمية المستدامة ما هو الحيز اللي أنت بتكيف به على بس المجموعات المستهدفة دوليا، لكن حتى الميديا لها دور، وكانت تمت استضافة له وعنده يوتيوب بريزنتيشن في اليوتيوب في هذه يعني السانحة. ده سلايدز هنا بيبين برضو كان في عنده سيشن معانا في جامعة المستقبل كمبيوتر مان، ويمكن أنا بمثل عضوية يعني الكوستو إيكوتكنيجير في جامعة المستقبل، وقدم فيه البروف كان عن World Association for Sustainable Development Vision and Mission، وفتح الكول للمؤتمر القادم. بالنسبة للسيفل سوسايتي برايفت سيكتور بارتنرشيب، حققنا احنا كمنظمات زي ما قلت لكم الشبكة الميثاق العالمي والاتفاق العالمي للأمم المتحدة عضوية السودان بتضم منظمات مجتمع مدني بلس قطاع خاص، ودي واحدة من نماذج يعني في عجالة حتكلم على انه كيف المنظمات برضو دخلت في اطلاق مبادرة اندماج القطاع الخاص ومنظمة المجتمع المدني، ودي كانت في اتحاد الغرف الصناعية شاركت فيها بعض الشركات زين سويتش مروج للأسمدة الحيوية، وقدموا فيها نماذج من العروض القيمة. دي استخدامات المعالجة الحيوية مع شركة مروج للأسمدة الحيوية بمثيل دكتور أبو عبد الله البخاري في اتحاد الغرف الصناعية ومع منظمة المبادرة البيئية، والشغل ده على فكرة انطلق في عديد في العديد من الولايات، وبيعني حقيقي بتنشيط أو يعني باحتراف من السيد وزير البيئة دكتور حسن عبد القادر هلال وقتها. كذلك كان في انخراط من جهات من المجتمع الدولي، هنالك نماذج للبايوغاز وحدات الوقود الحيوي في ولايات دارفور. دي من كان ده شغل ريسيرش ويرك من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، يعني طبق عبر الطلبة طلاب المرحلة النهائية ونجح بحمد الله، وكان مستهدف فيه الكوميونيتي. كذلك هنالك مشاركة منظمة مدينة القضارف الرقمية في اجتماعات أو في يعني سيشنز دولية خاصة للديسابيليتيز لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وكان ده مؤتمر بنيويورك وقدموا فيه العديد من العروض والمعارض. كذلك القمة العالمية للمجتمع المعلوماتية بالاتحاد الدولي للاتصالات، وهم مدينة القضارف الرقمية عضو في الشبكة. دي أهداف التنمية المستدامة زي ما عارفينها، لكن أنا دايرة أجيب في تحليل يا جماعة وسريع في إنه إحنا أهداف التنمية المستدامة هل إحنا ماشيين بالنمط المفروض نكون عليه؟ ودي جلسة أنا بعتبرها جريئة في إنه أنا لما بتحليل مبسط عن وضع السودان وباقي الدول، بنتكلم إحنا كان عن ملتقى الأهداف الإنمائية للألفية في 2013، رغم إن الدول كانت شرعت في وقتها بهورايزون أفق 2020 ده مثال للمينا ريجون منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وما زلنا إحنا زي ما بقولوا بنشوف إحنا حققنا شو في أهداف التنمية الألفية. ما كانت عندنا الفيجن الكافية إنه نكون مستعدين لأهداف التنمية المستدامة وتطبيقاتها. إدماج معايير التنمية المستدامة في سياسات الدول وبناء التوافق في وضع الاستراتيجيات شرعت فيه الدول، لكن السودان مع الأسف لا زال لسه يعني ما شرع، يعني زي ما بقولوا إنه يدوب كان في يعني زي ما بقولوا تحسس في تدشين المنتدى الوطني لمنظمات المجتمع المدني، إعداد مسودة وثيقة إطارية حول دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورشة العمل التشاورية دي كان آخرة في الاستعراض الطوعي الوطني لأهداف التنمية المستدامة في يوليو 2018، وتحدثت عن الأمن والسلام زي ما قال أستاذ محي الدين، التنمية الزراعة والزراعية والمستدامة، التنمية الاجتماعية، رغم إنه العالم كان وقتها بعيد في إعداد الفولنتري ناشونال ريفيو اللي هو تقييم اللي هي إنفاذ أهداف التنمية المستدامة في 6 محاور لم تتطرق لهذه الثلاثة أطر رئيسية.
ويمكن كان الجستيفيكيشن في انه السودان ما زال يعني متاح له الفرص في انه يحقق اشياء في او 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 يدلف لهذه العناصر، رغم انه احنا مفروض يعني نكون مواكبين للركب العالمي ولسنا متاخرين. نعم اتفضلي. ده الفولنتري ناشونال ريفيو اللي انضمت له شبكه الاتفاق العالمي مع اللي هي الاليه الافريقيه لمراقبه انفاذ اهداف التنميه المستدامه، والحمد لله التقرير اترفع في اليو ان سايت وتم عرضه ويعني حظي بنجاح لانه غطينا الست اهداف اللي كانت قيد المراجعه، رغم زي ما قلت لكم الفوكال بوينت في السودان لم يتطرق لها لانه لثقتنا في انه هنالك جهات كثيره في السودان يعني لها عمل يعني بارز في هذه الاهداف والمفروض انها تلقى حظها. برضو يا ريت من الاستفهامات انه الفهم لاهداف التنميه المستدامه هل هو متاح، غاياتها، مؤشرات، هل الناس على علم بها بالمعنى المفصل، التنسيق بين القطاعات المعنيه، عدم الجاهزيه، تقويه هذه الجهات وخاصه القطاع الخاص نحو يعني استهداف اهداف التنميه المستدامه او الدخول فيها، رغم انه يعني في بعض الشركات او الجهات يعني الحمد لله عندها زي ما بيقولوا خبرات سر في هذا المجال، لكن احنا عايزين كل القطاع الخاص يكون عنده هذا الفهم بنفس الكيفيه والمسؤوليه، توزيع الادوار والمسؤوليات. انا يمكن دي دايره اجيب فيها شويه يا جماعه لانه مع الاسف في الادوار دائما في يعني زي ما بقولوا احتكاك منو دور منو، هل القطاع الخاص موجه انه يبني مدرسه يبني مستشفى كذا ولا عليه اشياء معينه، هل المنظمات نفس الحكايه ولا الجهاز الحكومي هو اللي عليه يشرف ويقيد هذه الاشياء ويكون الادوار والمسؤوليات على باقي هذه الجهات انها بس عباره عن تنسيق. كذلك في مشكله ضعف المعلومه وعدم اتاحتها، عدم تقويه دور منظمات المجتمع المدني والتقاطعات مع الامم المتحده، غياب المسؤوليه والشفافيه مع وجود التحديات. هادخل في اتحاد اصحاب العمل يمكن شريحتين ما كتار، طرح رؤيه قيم الاخلاق لممارسه الاعمال ودي طرحها اتحاد عام اصحاب العمل السوداني، والتزام القطاع الخاص فيما يلي اهداف التنميه المستدامه، تبادل المنافع بين القطاع الخاص السوداني والامريكي كود اوف اسكس ووضع فيها فعلا وثيقه، مؤتمر الاستثمارات المسؤوله في مناطق النزاح كان في 2010، مؤتمر الاعمال من اجل السلام بزنس فور بيس، والان يمكن احنا بنعد برضه معاهم في بزنس فور ارت. 80% يا جماعه من النشاط الاقتصادي والتمويل يعني في الدوله بيكون على عاتق القطاع الخاص، ودي يعني يجب انه يعني تو بي ريكوجنايزد او يعني يتقدم له ريكوجنيشن في هذا الاطار. رؤيه القطاع الخاص الشفافيه، مبدا الشفافيه، تحدث بالصوت العالي، السمعه الجيده، تقليل المخاطر، المنافسه الشريفه، الانتاج من اجل التصدير ومناهضه الاسراف، الشفافيه والعداله. يعني في مناهضه الاسراف دي برضو اجيف احنا دايرين نستورد شنو وهل السوق حيغطي احتياجاتنا واحنا المحتاجين له شنو، فدي كلها اشياء يجب ان نتداركها لانفاذ اهداف التنميه المستدامه ومبادئها. منع الفساد وغسيل الاموال، وده بينطبق عليه قانون المراجعه الماليه وقانون الشراء والتعاقد، حركه النشاط الاقتصادي والانماء للدول، ودي فيها توصيه لرفع العقوبات من اجل اعمال حره ونزيهه. ده اكزامبل لرواندا برايفت سيكتور بارتنرشيب لانه دخلوا في ادفوكسي فول ادفوكسي بارتنرشيب باعتبار لاعلاء الصوت نحو الاس دي جيز. وفي اسئله محوريه بتطرح نفسها يمكن دي في ختام هذه السلايدز. السؤال المهم، كيف يتم ربط هذه المعايير مع اهداف التنميه المستدامه في ظل تحديات تواجه القطاع الخاص نفسه؟ القطاع الخاص المسجل والذي يعمل تحت دائره الاتحاد العام 80% فقط، من هم خارج السرب؟ ومنظومة الشركات الخاصة التي تتبع للأجهزة النظامية، أمن، شرطة إلى آخره، ومعاملتها وفقا لضوابط القطاع الخاص أو إلغائها، وده كان قرار رئاسي في 2013 ولم يطبق. هل القطاع الخاص على جاهزية استراتيجيا سياسيا فكريا عمليا لتلبية غايات وأهداف التنمية المستدامة؟ وأنا هكتفي بهنا، واللي عاوز باقي زي ما بقولوا الشرح إن شاء الله هنرسله له. شكرا لكم. So please remember, if we all help and do a little bit, it will make a big difference.